منذ عام 2001 شنت الولايات المتحدة حرب أفغانستان باسم مكافحة الإرهاب، وخلال السنوات 15 الماضية لم تحقق أفغانستان السلام والتنمية، بل وقعت في فوضى ناجمة عن الحرب والفقر. إذا كيف يرى الأفغان اليوم هذه الحرب وتأثيرها على حياتهم؟ قالت القوات الأمريكية والأجنبية الأخرى إنها تخدم للأفغان وستجلب السلام والازدهار للبلاد. على الولايات المتحدة وقواتها المسلحة لديها هذه القدرة، ويمكنها أن تقتل كابول خلال 24 ساعة. لماذا لم تستطع التخلص من طالبان أو الجماعات المتطرفة حتى من إحدى المحافظات في أفغانستان؟ لم نشهد أي تنمية، والتطور الذي تدعيه الولايات المتحدة يقوم على دماء الأفغان. أعتقد أنه فاشل تماما. ويعتبر الوضع الأمني أكبر مشكلة لتنمية أفغانستان، ورغم أن التحالف الدولي طاح بنظام طالبان، لكن الحركة لا تزال تسيطر على أجزاء كبيرة من المناطق خارج العاصمة. وفي الوقت نفسه يستمر تنظيم داعش أيضا بتوسيع نفوذه في أفغانستان. ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح نحو 6000 مدني منذ بداية هذا العام جراء الهجمات الإرهابية. وفي ظل غياب الأمن، ركضت تنمية الاقتصاد الأفغاني وفر عدد كبير من المزارعين من ديارهم، كما عجزت الحكومة عن تطبيق مشاريع الصناعة والبنى التحتية. ووفقا لبيانات الحكومة الأفغانية، بلغ معدل البطالة في البلاد 40%، ويعيش ما يقرب من 40% من السكان تحت خط الفقر، بينما تضطر الحكومة للاعتماد على المساعدات الدولية بشكل كبير. أفغانستان مثل المتسول الآن تطلب مساعدات خارجية. عمري 90 عاما، وكنا في الماضي قد بنينا بلادنا بأنفسنا تماما وحصلنا على عائداتنا من عملنا. الآن أصبحنا مثل المتسولين، بينما تقدم الدول الغربية لنا مساعدات بشكل وتأخذها منا بشكل آخر. يعيش الأفغان في الفقر. خير الله مدير مطعم في كابول، حيث وقع تفجير انتحاري بالقرب من مطعمه الذي تعرضت أجزاء منه للدمار، كما تعرض هو لجروح طفيفة. لن أعمل هنا أبدا، طلب صاحب العمل مني أن أبقى في المطعم، لكني لا أريد ذلك. هذه هي المرة الثانية التي أصاب فيها بجروح بسبب الانفجارات. لا أستطيع البقاء هنا، أخشى أن أموت بسبب الانفجار القادم.